من سنوات قليلة دخلنا عصر إعلام جديد، ومع بداية كل عصر بترافق الفوضى مراحل التغيير، ونحن اليوم بعز الفوضى وبكل المجالات. قوانين وأداب المهنة عم بيقابلها نظام جديد عشوائي الحكم فيه لحسابات على السوشيال ميديا وعالم افتراضي وأرقام هي الميزان الجديد للنجاح والفشل، للصح والغلط، للمسموح والممنوع، لدرجة بطلنا عم نشوف بوضوح. لهيك صار لازم نشوف بعين العقل. لهيك من هالمنبر أنا هون لأدعيكم نشوف سوا بالعين الثالثة. سمعنا من فترة أنه النجم أيمن زبيب توقف على خلفية إشكال مع عناصر أمنية، وقيل أنه كان عم بيقود تحت تأثير المخدرات أو الكحول، ومن ثم تم إخلاء سبيله. وشفنا كمان من فترة تصريح على السوشيال ميديا للنجمة نادين الراسي، يلي خبرت جمهورها أنها لجأت مؤخراً لطبيب نفسي لا تتخطى حالة الاكتئاب يلي مرقت فيها. اخترت الإشارة لهالموضوعين مش لفوت تحديداً بتفاصيل باعتبرها إنها حكر على أصحاب الاختصاص. أنا عبالي صراحة أحكي لأتناول الموضوع من زاوية جداً مختلفة وأطرح سؤال كبير بيفرض حاله عن سماع أي خبر من هالنوع. ليش بمجال الفن وبكل المجتمعات بالعالم في دايماً مطرح للإدمان، للكحول، للمخدرات، للمهدئات وللانتحار؟ دايماً في مطرح للتعب ومطرح أكبر للتجارب الصعبة. بعلم الطاقة بيشبه الفنان بالإنسان المولود بروح أكبر من جسمه، لهيك بيلجأ ببعض الأحيان، وهون مش عم عمم أكيد، للإدمان، لأنه بيفكر أنه هي أسرع طريقة ليوازن بين جسمه وروحه. لهيك بيسهل عليه التعبير والإبداع وبيبتعد بشكل مؤقت عن الاكتئاب يلي غالباً بيرافق الإنسان الحساس، وبيرافق أكتر الإنسان يلي بعد ما قدر يحقق الهدف الأساسي يلي إجا كرماله على هالحياة. المدمن هو شخص بحاجة للأمان ولوفاء الأشخاص اللي حوله، هو شخص عاجز بحالته الإنسانية الطبيعية إنه يحقق رغباته لأنه بخاف من الفشل، فبيلجأ إلى مواد بيفكر إنه بتخليه يستعيد ثقته بنفسه. ولنفهم شخصية المدمن أكثر رح خبركن إنه المدمن على الكحول والحشيشة هو شخص بيعاني من مشكلة بمفهوم الحرية، أما المدمن على الكوكايين فهو إنسان خايف من الفشل بالحب والمهنة، أما المدمن على الإيروين فهدفه يوسع أفاق الوعي عنده، ولكن للأسف بأسلوب خطر على حياته. كل هاللغات هي لغات انتحار بطيء، والحل واحد، إنه نفهم حالنا ونعرف كيف فينا نوازن حياتنا، إن من خلال العلاج النفسي للجروح والمخاوف والتفاصيل اللي عشناها بحياتنا بكل مرحلها، ممكن بالتأمل، بالرياضة، بالصلاة، كلها أمور بتوازن بين الجسم والروح، وأنا هيك بشوف بالعين التالتة. ثبات الهوية الفنية هي جزء أساسي من نجاح الفنان، وهي دليل أنه في خطة مرسومة لتطوير الصورة الفنية. كل العاملين بالقطاع الفني حول العالم بيعرفوا أن النجم بيمرق بمراحل انطلاقاً من إقناع الجمهور بموهبته، مروراً بتثبيت هويته والقدرة على التحول لترند ساتر، ومن بعد هالمرحلة يلي برفقها الشهرة والنجومية يا بيتراجع الفنان يا بيتحول لرمز فني. وعلى سيرة أهمية الثبات أو ثبات الهوية الفنية، لفتني صورة للنجم سعد رمضان نشرها على صفحته الخاصة على الإنستغرام بعد ما غير اللوك واعتمد إطلالة أقل ما يقال عنها إنها ما بتشبهه ولا بتشبه الصورة الفنية الرومانسية يلي الناس تعرفها. هيدا اللوك بده ستايل لبس دراماتيك، حديد، جلد، اكسسوارات حادة، ونوع موسيقى معينة بتشبه الهارد روك او الهافي ماتل. سعد رمضان بهالخطوة يعتبر خين هويته الفنية، ولو بتعرف يا سعد شو عملت بحالك كمان. بعلم قراءة الوجه بالصين، شطب الحاجب بيجلب قلة الحظ، المشاكل العائلية والمشاكل المادية، فكيف اذا شطبت حاجبين؟ شغلة واحدة بشوفها وما بفهمها، أو يمكن على قد ما حللتها لقيت لها تفسير. هلأ هي مش أزمة، هي حركة ما فيك إلا ما تحط
علي علامة استفهام. والسؤال ليش النجم وائل كفوري من بين 100 صورة مع المعجبين ومع زملائه الفنانين صورة واحدة بس بيطلع فيها بالكاميرا، و99 شارد ومنقول وكأنه شي تمثال شمع بمتحف مدام توسو. هلأ لا شك إنه النجم وائل كفوري إذا منتطلع على تاريخه الفني مسيرته بتخوله إنه يصير بالمراحل اللي جاية رمز فني، وهيدا أكيد. بس معقول هالحركة مقصودة لخدمة هالغاية؟ معقول يكون هيدا يلي عم بيحاول يثبته بأذهان الناس وكأنه هو صورة فنية غير ملموسة؟ على كل حال هيك حركة إذا مقبولة شوي مع المعجبين صعب نقبلها بصورة مع زملائه الفنانين. من الأخطاء اللي عم نشوفها على السوشيال ميديا أخطاء متعلقة بأسلوب التسويق بعد ما تحولت حسابات المشاهير لمنبر إعلاني، وأكيد هيدا مش غلط. لفتني بوست على حساب الإعلامية منى أبو حمزة بيسوق بطريقة مباشرة لماركة مجوهرات وبيتعارض بشكل مباشر مع مبدأ السوشيال ميديا يلي مفروض يعتمد على التسويق بشكل عفوي وطبيعي للترويج من خلال يوميات المشاهير والنجوم، ومش من خلال بوست بفرج كلوسة على المجوهرات وبيذكرنا بالأساليب الكلاسيكية اللي تعتمد عادة على اللوحات والصفحات الإعلانية أو بالحالة اللي بيكون فيها الشخص الوجه الإعلاني للبراند. على السوشيال ميديا كل ما كان الإعلان عفوي كل ما بيجيب نتيجة أكبر. مرة جديدة عم تستغل النجمة إليسا إطلالاتها الإعلامية لتوصل رسائل إيجابية مؤثرة، وأخرها كان بمؤتمر إطلاق مجموعة من المجوهرات دعماً لمرضى السرطان. رسالة إليسا المباشرة كانت ما تتأثروا باللي عم يصير على السوشيال ميديا لأنه عالم افتراضي ومنه حقيقي، ولا شك إنه هالة إليسا حاضرة بقوة بهالمرحلة والتغيير ملحوظ بخطابها ومواقفها. كل اللي بيعرف إليسا بيعرف قديش هي صريحة، بس انتقلت اليوم صراحتها من إطار ردة الفعل لإطار هادف وناضج وموجه. أنا كنت من الناس اللي بينتروا أعمال إليسا، وهلأ صراحة صرت كمان من الناس يلي بينتروا إليسا لتحكي. وكل اللي بفكر فيه هو قديش التجارب الصعبة يلي منختبرها بيكون إلها هدف. الوجع عادة يا بيكسرنا يا بخلينا نشع، وأنا اليوم بشوف إليسا فعلاً بالضوء وعم تعرف تستخدم الضوء صح. على أمل كل اللي عم بيعانوا من أمراض حقيقية أو وهمية وهن كتار بهالفترة بالمجال الفني يتعلموا من هالتجربة. على سيرة السوشيال ميديا كلنا منعرف إنه هالمنصات شجعت البعض ياخدوا راحتهم على الآخر، ولكن بيبقى السؤال الأكبر أي متى الحقيقة الكاملة بتخدم الفنان وأي متى بتكسر له صورته أو حتى بتكسر حالته الفنية. الشمس الغنية نجوى كرم أطلت من خلال فيديو مع فرقتها الموسيقية عم بتغني غنية كنا نغنيها نحن وصغار، عم تدعي جمهورها يلاقيها على موازين. النجم معتصم النهار شارك جمهوره بفيديو أثناء خضوعه لجلسة عناية بالبشرة بأحد مراكز التجميل. أمر انتشر لها فيديو بفستان كتير جريء ومكشوف بشكل كبير ووقح على الصدر. أما النجمة ميريام فارس فبررت اللغط اللي رافق تصريحها يلي اعتبرت فيه إنه مطالبها الفنية صارت تقيلة على مصر بإنه اللبناني تبعها كان سريع وانفهم غلط، وهيدي عينة صغيرة لعناوين هي جزء من يومياتنا منتبدلها على صفحاتنا ومنحكي فيها. بس هالمرة رح أترككن أنتو تشوفوا تعطوني رأيكم بالعين التجميل.